مرة ماتت وما صابوش باش يغسلوها باش ينعيوها، كل شيء بيدو من دارو. أساس أنكم تنظموا كأس العالم، تنظموا الناس راه كتموت على العطش. 400 دار بلا ما ديال الشريب، باغينا الماء، كنطلبوا من المسؤولين الماء ديال الشريب، الماء ديال الشريب. مشينا عند سادات الباشا ما دار معنا حتى حل، مشينا عند سادات القايد ما دار معنا حتى شحال، كنجيو للعماله يقول لك سيروا للبلديه، من البلديه نمشيو لها يقول لك سيروا للعماله، نجيو للعماله يقول لك سيروا للبلديه، ما داروا معنا حتى شحال مسؤولين، ما داروا معنا حتى شحال. ودركايا بغينا نشوفوا السيد العامل ما شناش، دركا قلنا لهم بقينا نمشيو لها البلديه لا والو، بغينا نشوفوا السيد العامل، السيد العامل ما شناش، ما شناش. ولادنا باركين العطش ما عداش الماء، الديور خاوين خاوين من الماء والو، الديور ما فيهمش ماء، ماتت المراه ما صابوش باش يغسلوها. دركايا بغينا الواد الحار والماء اللي كنطلبوا من المسؤولين، كنطلبوا المسؤولين، المسؤولين ما داوش فينا، جا عندنا الباشا قبيله هضر معنا وزاد بحاله، الباشا عدوا الماء لبيسين عامره، عدو طوموبيل، عدو شيفور، وحنا كنضيعوا الماء ديال الشريب ما عندناش. دركا باش كنت تمايا عندي 12 عام، وكاين اللي ساكن 40 عام 50 عام في المسيره قبل مني. ها هو السيد هو حدايا، الحاج تا وحدايا ساكنين 50 عام 72 والناس ساكنه تما 50 عام 40 عام 60 عام، والواد الحار ما عندناش. حنا مكرفسين، ولادنا مكرفسين، وحنا مكرفسين. كاع سيروا حنا غنديروا، يجوا يجوا يعبروا، يجوا يسيروا يجوا يلاه اليوم راه حاجه ما كاينه. جو واحد النهار ولا يومين صافي ما تيناش نشوفوهم، حنا ما عندناش ما. وتقول انا مريضه بالقلب والله الا عجرتي مسكينه، هي اللي كتسقي ليا بحال كلها، مشات طلبت شي ما ولا شي حاجه تجيب لي جبود زيت ولا ثلاثه. لا عينا خاصنا الماء كل نهار غادي نسقي، وطالبين واحد السيد كيعطينا الماء من حد البيت. ماشي حد السيدة حدانا ما وصلناش باش نغسلوه، كنا وجايب الماء ديال الحانوت باش نغسلوه، هو الحار ما كاينش، الدوار ما كاينش بزاف. شحال ديال المدة وانتم كتعيشوا هذه المشكلة هذه؟ لا تا ما يمشي 12 عام وحنا كنعيشوا 12 عام وانتم كتعيشوا هذه المشكلة هذه؟ كنعانيو بزاف مع الناس هذو. واش كيقولوا للمنتخبين ولا للسول؟ كيجيو كنتخبوا عليهم وكيهربوا علينا، تقول لك غندير لك غندير لك، كيهربوا علينا حتى من نهار الانتخابات، حتى من نهار الانتخابات كيسلتوا علينا. حنا دابا تقريبا هادي باش خاطروا علينا مره واحده خمسة سنين، وحنا كيطلقوه لينا مع جوج الليل ثلاثه الليل، كيباتوا لنا شادين البادوز وشادين السطوله، كيجي شويه مع ديك الصباح 8 ونص كيمشي بحال هادي. هاد الماء ديالها واش ديال الوينه ولا ديال الاراضي؟ هادي الجمعيه حنا مخلصين شحال من عام، هذا شي 7 سنين دابا ولا 8 سنين ديال واحد الجمعيه، ودوك الجمعيه مشاو بحالاتهم، ودابا ناضوا شدوه مالين الفلاحه كيسقيو به، كيعدهم حنا عندهم الماء، والواد الحار حدانا. وهاد المسيره وليدي راه 25 عام بعدا على عقلاني انا باش ولدت وليداتي وباش كبروا وليداتي معايا، و60 عام كاع اكثر مهم اللي حلينا عينينا. راه 60 عام باش مؤسسه المسيره. جاو شراو البلاد حدانا، شراو من عندنا البلاد، شراوها ب 10000 ريال، كيبيعوا بها دابا بمليون ونص، كيبيعوا كيبريو يديروا بقاعه وكيبيعوا، وحنايا بغا يحيدونا، حنا ولدي ما عندنا فين نمشيو، راه حنا تمحنا وتمردنا على دوك الديور باش طلعناهم. احنا شريناهم وتعذبنا عليهم وخلينا فيهم الكريديت، باقي الان كنهزو الكريديت. احنا بغينا دابا كنطلبوا من هاد الناس ومن جلاله الملك يتدخل ويشوف من حالنا، راه حنا عيينا وتقاطينا، راه رمضان جا قسما بالله. كنعانيو من جهه الماء، من جهه الواد ما عندنا لا ما لا واد، وعندنا كنشربوا الماء حار فيه الحناش فيه الوسخ، تا يرقد الماء عاد نشربوا. المراه ماتت وخدنا تا كل جاب بيدو من دارو، النقطه ديال الماء ما كايناش، النقطة ديال الماء ما كايناش، حنا كنعانيه و 2024 وحنا عطشانين، راه هاد الشيء راه منكر راه خايب، راه حنا كنتعذبوا وكنلعب في العذاب حنا فيه. عاود تقرب لي شنو الأحياء اللي كتسكنوا فيها؟ لحد دوار المسيرة جوج، دوار المسيرة جوج والمسيرة واحد، كنعانيو من الماء والواد ما عندناش، الماء والواد ما عندناش، وداير بينا الماء، الماء لا راديش دايرة بينا وحنا كنعانيو، كعطشانين. الماء داير قد مطالبنا واحد البير كيعطينا الماء والبير وسط الوريطات، حنا راه كنعانيو كارفسين بزاف بزاف. قول لي اخويا واش درتوا، واش درتوا شي مبادرات وجهتوا؟ درنا مبادره طلعنا للبلديه هودنا للعماله، كل واحد يلوحنا لواحد، هو تا شي واحد ما داير معنا خمسة سنين، خمسة سنين وحنا نعانيو، مرة ماتت وما صابوش باش يغسلوها باش ينعيوها، كل شيء بيدو من دارو، راه حنا في العذاب كحل، راه حنا ما حناش ما احنا معذبين واحد العذاب اللي ما تشوفوش.
انا اول مره كنشوف ناس بحالكم باقيين بحال في العصر الحجري. عصر حجري كل شيء قدامهم كيديروا حاجه طبيعيه ديال الدايزه داخله معاهم عايشين بها. ما كاينش حتى حاجه ما كاين. طبعا ما يمكنش لينا كعصبه مغربيه الدفاع على الوطن الجديده باش نسكتنا معاهم. اليوم هما في وقت الاحتجاجيه ربما راه قرروا الاعتصام حنا غنعتصموا. هذه مساله انا اعتبرها مساله حياه وموت. الماء راه ضروري، الماء ضروري لهذ الحياه والشرايين ديال الحياه. ما يمكنش لينا تحت اي مبرر غير مقبول. وانتم مقبلين على اساس انكم تنظموا كاس العالم، تنظموا الناس راه كتموت على العطش. هو بحال معاهم عايشين فيه، عايشين في الوحل. الناس راه كلهم هذولا داروا لهم لي كونسيبتاسيون تمايا، كلهم غتلقاهم امراض، كلهم مراد لا هما ولا ولادهم. امراض كثيره، الماء غادي متلوت، الروائح اللي كيصوموت. وهاد الناس كيفاش هما واقفين؟ راه باصلين بالقدره الالهيه. داكشي اللي شفنا البارح راه ما يمكنش نوصفه. رغم مهما ما قلت بالمصطلحات، راه حشومه في القرن 21 في دستور 2011 فيما يتبجحون به بالعهد الجديد، والناس كتعيش هذه الكوارث كانهم خارجين على الملك. ما باغين لا كاس العالم، ما باغين لا كاس افريقيا، ما باغين لا جامعه وطنيه كالجامعه ديال كره القدم الوطنيه. الملايير تدخ فيها غير هادشي اللي مشى. لهاد كاس افريقيا داو معاهم مئات من المال العام. هذا فساد مستشرف هاد الحكومه هادي. وطبعا هاد الناس كيموتوا لا بيسيناتهم وحدهم حداهم المواصل مترو وما باغيش يعطيهم. ما فهمتش انا هاد الاسباب الحقيقيه ديال هاد المنع ديال هاد الساكنه. لحد الساعه حنا خدامين كنبحثوا باش نعرفوا، لان مساله ما يمكنش يتقبلها الضمير. دوار ابراهيم، دوار طاجين، دوار مننا، دوار مننا، كل شيء دوار الشهاب، دوار كذا، الا المسيره. وهي جات الوسط، والدار على جنبه ما عنده ماء، والدار مننا عندها الماء، والدار مننا جنبه ما في الوسط بوحدهم. نستنكر وندين بكل شده هذا المنع ديال الناس اللي ما عاطينهمش الماء. وحنا انا غنقولها لهم باش يسمعوا. اليوم انا بيت هنا وخا يمشيو هاد الناس، انا غنعتصم هنا اما الحياه اما الموت باش يعطيو لهاد الناس الحق ديالهم في الماء والواد الحار. طبعا هذا عدم رد المسؤوليه بالمحاسبه، هذا هو البند الحقيقي اللي في هذه الحاله هي الاولى. ثانيا هاد الناس فقراء كادحين مهمشين ما عندهم حتى حاجه، ما كاينش اللي يدوي عليهم. انت كتشوف الماساه ديالهم الحقيقيه. اليوم حنا امام مسؤول ديال العمل اللي هو العمل، ها هو في صمت الكاتب العام، ها هو في صمت جميع المسؤولين، جميع المسؤولين حتى واحد فيهم ما استطاع يعيط على هاد الناس. واحد خمسه ولا سته منهم ويفتحوا معاهم واحد المحضر، وعلى الاقل على الاقل الماء يدخل عاجلا ويرتبوا المسائل التقنيه ديال الواد الحار اللي خصو يدخل حتى هو في اقرب وقت. ما كاين لا نزع الملكيه ولا هم يحزنون. الماء شريان ديال الحياه، الواد الحار العيش الكريم ديال المواطن المغربي. وانتم كدعوا على الحمايه الاجتماعيه، على الصحه، على واعطيو الناس على الماء ودوزوا لهم على الواد الحار. هادشي راه ما بقاش في افريقيا، في ادغال دول فقيره في افريقيا ما بقاش عندها هادشي. حسبي الله. شكرا جزيلا. حنا بغينا الواد وبغينا الماء، حنا ما عندناش الماء وما عندناش الواد وما كتخرجيش عند مرا راضي. حنا طواليطات عامرين، حنا مكرفصين، حنا محنين الطواليط، كنخلصوا في الماء، كنخلصوا في الضوء. لا عيطنا على الكاميو ديال الله راضي ما يجيش عندنا عندكم البعد. وكي غنديروا؟ غنديروا ليه فانيوات نهزوا فيه، كي غنديروا؟ حتى المشكله المهم انتم كتعيشوا مع هذا المشكل ديال الماء ما عندكمش. عندنا 56 عام وحنا ساكنين تم، ماشي ساكنين عليهم، راه 56 عام وحنا ساكنين تم. عاد بغينا يهدموا لينا ويحولونا، فين غادي يديونا؟ فين غادي نبنيو؟ الياجور راه دارت 50 ريال، فين غادي نمشيو؟ ويحيى الملك، ويحيى الملك. شكرا.